السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع فيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله عز وجل عن رؤى تبشرك بمصادر من مصادر الرزق. يعني مش بس ان انت هترزق، لا، ده مصدر من مصادر الرزق ويستمر بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. من هذه الرؤية يا أحبابنا الكرام رؤية المطعم في المنام. رؤية المطعم، واحدة تقول أنا وخطيبي رايحين المطعم ناكل، واحدة تقول أنا رايحة أنا وزوجي المطعم وقعدنا على الطاولة وتقدم لنا أكل. الأكل في المنام هو رزق، والمطعم مصدر من مصادر الرزق. الأمر الثاني، المطبخ داخل البيت ده مصدر من مصادر الرزق، وعلامة الرزق في المطبخ كثيرة، منها أنه هو يكون فيه طعام، منها ان المطبخ يبقى فيه نار في المطبخ او نار في البوتاجاز، فده دليل الرزق. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول كنا نمكث الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني 3 أشهر لا يقاد في بيتنا نار. والصحابي يقول لها الم يكن عندكم دهن يا خالة؟ قالت لو كان عندنا دهن لا اكلناه. فعدم ايقاد النار داخل بيت السيدة عائشة كان دليل على ان مفيش طعام، مفيش رزق. لكن كون ان واحد ترى في المنام ان في نار في المطبخ فده دليل الرزق، مصدر من مصادر الرزق الذي لا ينقطع. الامر الثاني بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى ان هي بتغسل الاواني في المطبخ، بتغسل الاواني. واحنا بنقول غسيل الاواني ده نوعين، اما بتغسل قبل او بعد، يعني بتغسل الاواني بعد الاكل ده بنتهاء رزق، لكن بتغسل الأواني عشان استقبال الرزق يبقى ده بشارة بالرزق، وقلنا ده مصدر من مصادر الرزق. كمان يا أحبابنا الكرام البئر في المنام يدل على مصدر من مصادر الرزق، بئر الماء. فالبئر في المنام رجل ثري، رجل ثري، وكون ان انت بقى المية هتطلع لك لوحديها او حد يجيب لك ميه من البير لغايه عندك وانت قاعد، فده رزق يديك بدون تعب ولا نصب. ولكن الميه لو انت جايب حبل وبتنزل الجردل جوه البئر وبتملى الجردل وتطلع بالحبل، يبقى ده مصدر من مصادر الرزق من رجل ثري، ولكن المال هياتينا بشيء من المجهود، شيء من التعب. النهارده يا احبابنا الكرام كنا بنتكلم عن مصادر الرزق في المنام، منها ايضا السوبر ماركت، المول بتاع الأغذية. المول بتاع الأغذية في الرؤية يدل على مصدر من مصادر الرزق. ده احنا بنروح المول بنمون بقى، بنجيب التموين بتاعنا، بنجيب الغذاء بتاعنا، يبقى اذا المول في المنام هو ايضا مصدر من مصادر الرزق. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائده. اللي بيشوفني لاول مره تشرف بانه يشترك في قناتي، يفعل خاصيه الجرس، يختار منها الكل حتى ياتيه اشعار بكل ما هو جديد. الى لقاء اخر ومقطع اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.